السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أداة عبارة عن extension أو أدنس بتضاف للمتصفح بحيث تساعدك في الكتابة، وأنت بتكتب هو يبدأ يحط مقترحات. كتبت أنت أول جملة فهو يبدأ إن هو يقترح ردود ويبدأ يكتب لك جملة كاملة وبشكل احترافي. ده لو أنت بتكتب من غير الأداة، هنا لو أنت بتكتب مع الأداة هتلاقي إن أنت بس تبدأ هو يبدأ يقترح عليك ويبدأ إن هو يساعدك في الكتابة. أداة كويسة جدا، هتوفر لك وقت. ممكن مثلا تكون عندك مقالة فتعلم عليها وتقول له لخصها لي أو اشرحها لي أو اعملها لي عليا نقط، تمام؟ ففي خاصية أوتو كومبليت، في خاصية إن هو يحسن لك الجملة، في خاصية إن أنت تقول له رد على الإيميل فهو يبدأ إن هو يجهز لك رد وأنت تراجعه. الفكرة كلها إن أنت ما ترسلش الحاجة غير لما تقراها مرة واتنين وتلاتة، في الآخر أنت المسؤول عن الحاجات بتاعتك. هو مثله إن هو ممكن تشغله مع نوشن، ممكن تشغله مع المتصفح، ممكن تشغله مع الايميل، مع لينكد ان، ممكن تسطبه جوه الوورد، جوه الاوتلوك. فبينفع في حاجات كتيرة جدا ويسهل عليك حاجات كتيرة جدا في الكتابة. فجربوها ان شاء الله هتلاقوها سهلة جدا مع الذكاء الاصطناعي، بيوفر معاك وقت حلو اوي.